لو الحكاية فيها إن فيتو. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين. في حلقة اليوم من برنامج أنت تسأل ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يجيب، يسعدنا أن نستضيف الدكتور إسماعيل محمد عبد الحي المفتي بالمركز. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا، بارك الله. فضيلة الدكتور، سائل يسأل ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي يقول فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يقول السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصوم، إذن فما فائدة صومي عن والدي الذي مات وعليه قضاء أيام؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث عام وخصص بأحاديث أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم وفي الحج وفي الصدقة التي تخرج عن الإنسان، وهي مذكورة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية. أما الصوم فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وكما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أمي ماتت وعليها صيام رمضان. فقال لها صلى الله عليه وسلم: صومي عن أمك. والإمام السيوطي في شرح هذا الحديث بيّن لنا أن لا، هذا الحديث لا يفيد الحصر في ذكر العدد ثلاثة، ولكنه أكثر من ذلك، حتى جمعها السيوطي في شرح الحديث فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط صغري، وحفر البئر أو إجراه نهري، وبيت للغريب بناه يأوي أو بناه محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. فمن هنا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث له طرق، يعني عند الطبراني النبي قال: أربع يجري أجرهن للأموات وهم في قبورهن، وعند البيهقي: سبعة يجري. فالحديث جاء بأكثر من رواية، رواية مسلم ثلاثة ورواية الطبراني أربعة وزاد فيها: أو مات مرابطا ينمو له عمله إلى يوم الحساب، وعند البيهقي سبعة، ذكر أو بيتا للغريب بناه أو ورث مصحفا أو غرس. فالحديث هذا عام خصص بالأحاديث التي دلت على وصول الصيام للميت إن صام، وعلى وصول الحج إن حج عنه ما دام أنه لم يحج. أما هناك رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد عن أحد، فهذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خاص بحال الحياة، فلا يجوز لأحد في حال الحياة أن يصوم عن أحد وهو حي. أما إن مات فدل عليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا والله أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.